اخوي الزود وحزام الظهر كفوه. طبعا كم مره قلت لهم اسقوا الزرعات؟ هذا مصطفى لا نفع ولا دفع. شوف من النشاط، ها اخويا مصطفى سجل تحت عليه ناشر كاتب اخويا زود وحزام الظهر، والنعم منك اخوي. واحلى تعليق الاخو يا ابو الصوب، المال اخوان بالدنيا خسر. لا شو اريد اخسر؟ ايش وقت تبطل تلبس من ساعاتي؟ من تبطل تلبس من تيشرتاتي. حلو، يعني هيك صار الحكي. ايه هيك صار الحكي. حلو تعليقك ابو العز، داك هذا التعليق، الخوة حزام وتشد الظهر. وهذا احلى تعليق لابو صوف، اخويا الغالي احبك. انا بس اريد افتهم، ليش وقت نظن نتعارك بالبيت وبالفيسبوك حبايب؟ ما اعرف، قول لروحك. صح، بس هناك العالم تشوفنا. انت تدري الاخ شلون يصير؟ شلون؟ من اقول الدنيا ظلمه يركض يضويلي. دي كافي يا معود كافي، لك ما تقول ايش بيك، كملت الاغنيه واحنا بعدنا مزعلين. مو صوتك، صوتك يقعد يمك. ايش بيك يا معود، ما تقول ايش بيك، بس يتناقر. خوش حكي احلى نحكي.